سلام، ان شاء الله تكونوا كامل لاباس، تكون صحتكم بألف خير. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد، واليوم راح تشوفوا اخر تحضيرات بغيت راح العيد. ندير الصابلي تاع انا هنا البنات، بغيت ندير عجينه تاع الصابلي. المهم باغيه نخدم واحد، كنت جايبه معايا من الجزائر واحد الريشات، هذا دوك نوريهم لكم تاع الليمون. باغيه ندير صابلي ونخدم له قلب. انا هنا راح نخدم عجين الصابلي، فباغيه ندير المارغرين. طبعا معروفه ماشي مشيتهاش من العصر، جبتها معايا من الجزائر لابي. شوفوا هنا الزبده عندهم الكيلو وصل حتى بدراهم 90، يعني كارثه. فانا كنت جايبه معايا اصل المارغرين لابيل، الكادو يجي بها هايل، فراح نستعمل 500 غرام. نشكل بها زوج انواع، فهمتوا؟ راح ندير بلا ما ندير 250 غرام هكذا، ندير طوك 500 ونشكل بها زوج انواع هكذا. قلت قبل تاع السيليكون تاع الشوكولا، ودرت ثاني المشوك، وهاد العجينه نشكل بها زوج انواع باذن الله. فواحد راح نديرو نخدم عجينة الصابلي، ومن بعد نخدم هذا السيليكون. هذا السيليكون ثاني كنت جايباته معايا، ونحطهم فوق. دوك تشوفوا في الاخر كيفاش يجي هايل. كانت خدمته ماما من قبل، عجبني. وجبت على جالو هادو تاع الريشات، هادو تاع القارص. شوف سما يجي صابلي الليمون، هذا النوع الاول. بالنسبه للنوع الثاني ما على باش كيف راح ندير كوريه، على بالي بلي الشكل الاول راح نديرلو على اساس هذا تاع القلب وتاع القارص. نديرو راح ندير 500 غرام. المهم بارطاجي معكم كيفاش راح نديرو، كيفاش راح نشكلو، ونفوتو كيفاش راح تفوت التجهيزات باذن الله. انا هذه الوصفه اللي كنت درتها البنات عطاتها لي ماما. درت هنا 500 غرام تاع مارغرين، هذه لابيل، وقبل كنت خرجتها من الفريجيدار، يعني ما خرجتهاش طول استعملتها. نفس الكيلة هذيك تاع المارغرين درت بنفس الكيلة تاع سكر غلاسي، بنفس الكيلة تاع اللبات تاع المارغرين 500 غرام بنفسها زدت لها سكر غلاسي، وزدت لها هنايا 6 بيضات. هنا كانت اخت راجلي اللي كانت تعاون فيا، صراحه كل عام تجي من نجي نخدم الكاطو تجي تعاوني وتتعلم هكذا شويه، عندها حوايج بزاف هزتهم، منها تتعلم ومنها تعاونني. عباكم ولا غير كنت العام اللي فات كانت عاونتني، هذا العام لقيتها شويه تعرفها، يعني هزت شويه. هنا كيما تشوفوا درت 6 بيضات، عاودت بنفس الكيله درت بها الزيت، وزيت ما عمرتوش بزاف. هنا عمرت النشا، الباطه هذيك عمرتها كامله نشا، كيله تاع نشا ثاني. ومن بعد بديت نزيد في الفارينه، في الفارينه، ودرت معها واحده خميره تاع الحلويات اللي هي نواره، ثاني كنت جايبتها معايا. قولوا لي زينبتي جبتي كلش. اباكم انا هذه كنت شريتها خميره، كنت شريتها في الجزائر اصلا، شريه باط كبير. يسمى كي عود جايه قلت ولا غنديه معايا هذا الباط الكبير ونستعملو عادي في مصر. هنا كملت لميتها، وهنا جيت باش نشوف واش عندي. هنا لقيت عندي السيليكون، لقيت عندي، شوفوا الحاجه اللي نسيتها في الجزائر، الطابع تاع المقروط. زعما كنت باغيه ندير مقروط بريستيج هكذا. اباكم نهار روحت قالت لي ماما كي نسيتيه في الساشي في الخزانه، كنت نسيته هو وشكرت الكابريز، كنت جايبه معايا شكاره كابريز، للاسف هذوك هما اللي نسيتهم. هنا بقيت نحوس واش عندي باش زعما نشكل الموديل دوزيام، واش نشكل المرجي. احنا نسى نقولوا راح نديروا حاجه ومن بعد نلقاو رواحنا درنا، ما على باليش. انا كنت قلت لكم دخيز ندير نشكل زوج موديلات، لقيت روحي يا البنات شكلت ربع موديل. دوك تشوفوه معايا، درت واحد تاع السيليكون تاع وسمو كعيك عاد، درت واحد تاع الريشه. المهم كانت معايا اخت راجلي كل دقيقه تقول لي هيا نشكلوا هذا الشكل ثاني مليح، وانا راني نشكل ونعاود نشكل ونعاود. لقيت روحي درت ربع موديلات، مي شوفوا خرجوا ما شاء الله، يعني صراحه خرجوا هايلين. لاول مره نحس روحي باللي خدمت كاطو، واش نقول لكم هزيت المهنه صح. اول مره نحس روحي باللي خدمت خلاص. انا بالنسبه لهذا كنت حابه نخدم صابلي العادي لهذاك اللي لزقوه بالكونفيتير، وهذا ما كان. المهم هنا كي عاد ما عنديش طابع، زعما عندي هذا الطابع وما عنديش باش نحط هذيك اللي الفوق، وليت كي مشتو شوفوا جبت له فكره ودرته. هنا كانت هي اللي تهز لي في الكاطو وتعاون فيا، المهم يعطيها الصحه، والله غير عاونتني كون ما لقيتهاش هي، والله غير راني حصلت. هنا جيت نخدم كريمه الزبده باش
احشي بها. المهم انا هذه الوصفه عطاتها لي ماما، درت 250 غرام زبده اوبلين، انا كنت جايبه معايا زبده متزير. ديجا ماما كي نهار رحت نشري حوايج الكاطو قالت لي ديها معاك تحتاجيها. زدت لها كاس سكر كلاصي، طلعتها مليح مليح بالباتر، ومن بعد زدت لها تقريبا واحد 3 ولا 4 مغارف كريم شونتي وطلعتها. شوفوا جات مذاقها جا هايل هايل. شتو قلت لكم اغلب الحوايج تاع الكاطو اصلا كنت جايبتهم من ثم، لانه هنا كاين مي ما تلقايش كيما الديكور كيما حوايج هكذا ما تلقاهمش بالنسبه هنا. سما كنت دايره حسابي شتو انا كنت على الريشه ديجا راه طاب. شوفوا انا هنايا كنت نجرب. المهم حشيتو بهذيك كريمه الزبده وقفلتو، ومن بعد تشوفوا كيف غلاسيتو. غلاسيتو بالشوكولا جا شكله هايل ها. وكنت جايبه معايا ثاني هذاك الورد الناشف ثاني من ثم، ودرت له الورقه الذهبيه. الورقه الذهبيه كنت شريتها من انا، شتها عندهم هنا، شريتها العام اللي فات مي والله ما شفت استعملتها ولا ما استعملتهاش. المهم لقيت عندي بلي عندي الورقه الذهبيه هذيك، اي زدت لها اللمسه. شوفوا خرج في النهايه هايل، يعني ما توقعتش هذاكم في الاول، ما توقعتش بلي راح نخرج موديلات كيما هكذا، وما توقعتش بلي راح ندير هذا كامل خلاص. ومن بعد لقيت روحي ضربت ربعه مع المشوك، وهذاك اللي درته هو الاول، وزدت البقلاوه والمقرط يعني ما شاء الله. ودرنا غير حبات شوي شوي يعني قيس العيد هذا ما كان، ما كثرنا ما والو. فالبنات راني ندير لكم دوكا في المونتاج، وغدوه بربي ان شاء الله العيد، احنا غدوه العيد ان شاء الله. فنقول لكم كل عام وانتم بالف الف خير، غدوه الجمعه ان شاء الله العيد، ان شاء الله تعيدوا بالصحه ولهنا، وان شاء الله انتم والامه الاسلاميه كامل كامل تعيدوا بالف صحه وهنا. فهنا شوفوا طراسيته هكذا بالشيكولا، وزدت له الورد هذاك الجاف، وزدت له الورقه الذهبيه. انا الورقه الذهبيه بلتني ما عادش نتعامل معها بزاف. شوفوا كاين اللي يقولوا لي علاش زين ما تحليش محل حلويات في مصر وكذا، راي والله مي انا كيما نقولوا كل واحد وعنده الهوايه تاعو. مي الكاطو متعب، ولا غير انا نشوفه غير في ماما مسكينه تتعب بزاف بزاف عليه، وماهيش من هوايته، كل واحد وهوايته دوكا واش يحب. فالبنات هذا هو الموديل الاول اللي كنت كلاصيتو، كان ساهل عليا، ثمثم لصقتو ثمثم كلاصيتو تهنيت منه. دوكا نوليو للموديل الدوزيام اللي قلت لكم، هذاك اللي درتو بالقارص. انا هنا عندي سيليكون هذا، جبت شيكولا بيضاء، شريت ملون اصفر مخصوص تاع الشيكولا ولونتها به، خرجت لي صفرة. شوفوا انا كي شفتها جيوري اعطيت لها وحده تاكل فيها، من بعد قال لها عمر واش كي تاكلي، قلت له ناكل في القارص. انا درت كامل، درت الطبقه الاولى حطيتها تجمد، زدت جبتها شفت وين ما درتش وليت عاود ثاني وخليتهم، خليتهم يجبدوا. وهنا ثاني جيت خدمت الكلاصاج، كلاصاج ثاني عطاتها لي ماما، كلش عباكم هبلتها دائما نهبلها في رمضان. فدرت له كنت حابه نديرو ابيض، مي ما كانش عندي الصبغه البيضه باش يجيني ابيض ناصع، كان عندي الموف برك، وليت قلت معليش درت بهذه الموف وخرجت لي هايله، حتى الموف خرجت مليحه يعني ما توقعتش تخرج هكذا. وكنت جايبه معايا ثاني واحد الريشات هكذا، دوك تشوفوا في الاخير هنا بعد خليته باش الكلاصاج هذاك يحكم روحه مليح. وجيت هنا للموديل الثالث، هنا كان عندي البريو حبيت ندير على الجناب، ما بغيت ندير لا شيكولا لا والو، باسكو اصلا هذوك نحط هذا اللي من الفوق هذه بالشيكولا، فما حبيتش نزيد يعني شيكولا واحده اخرى، غير درت له البريو باش يعطيني شكل مليح. وحطيت في داخل القلب هذه كريمه الزبده اللي كنت خدمتها، وحطيت حبه القارص. شوفوا حتى الشكل تاعو جا هايل. هنا بالنسبه هذا كيما كتشوفوا الصابلي درتو هكذا خفيف وجاي ذفل، عجبني كي جا طري طري، قلت هذا نعطي منه لشيخي مسكين على جال يجيه ذايب يعني ثمثم يقدر ياكلو. فهذا هو بالنسبه للثالث. هنا قعدنا نلمو فيهم، قعدت تلم فيهم في الكيسات، هي قالت اش هي الخدمه تاعي انا لي كيسات. انا البنات بعد ما كملت جيت باش نعاود نحي هذو الزايد هذا تاع الكلاصاج اللي كنت خدمته، ونبدا نركب له الشكل الاخير. قولوا لي نتوما واش درتوا، اسكو راكم صح كيفي زعما هكذا، كاش وحده قالت ندير مثلا زوج ولا ثلاثه لقيت روحها ما حكمتش الطريق خلاص، اي تمشي وخلاص كيما انا. انا درت لها البريون باش تجري تجي تبريي،
ومن فوق البنات درت واحد الريشه، كنت ثاني هذا الريشه جبته معايا من الجزائر، من للاسف لقيت نصهم تكسروا مع كانوا في الفاليزه، وكي جبتهم يعني ما حكموليش تما كيعدو يخبطوا كذاك، نص ها نص الريشه تكسروا. شوف مي الحمد لله سلكتها وخلاص، المهم اهم حاجه جاوني قد حبيت الكاطو. جيت باش نخدم البقلاوه، كيما كتشوفوا حتى هنا حطيت هنا 5 كيلات، انا ندير البقلاوه تاع ماما، درت 5 كيلات، انا كيلت بهذه 5 كيلات، وحطيت هنا واحد الرشه تاع الملح، ودوكا ندير كيله تاع الزبده الذايبه. شوفوا دوكا نعجنها مليح مليح ونشكلها باش نخليها تريح، ومن بعد ان شاء الله نولي نستعمل. دوك كي نعجنها نوريكم. انا هنا بالنسبه للفرينست لهذيك المارغرين اللي كنت ذوبتها البنات، بسستها مليح مليح، ومن بعد وليت عجنتها بالماء ودرت لها قرصه تاع ملح كيما شفتوا، بسستها مليح واستلم الماء عجنتها، ومن بعد خليتها باش تستراح، كورتها يعني درتهم كامل قد قد. انا لازم لي الميزان في اي حاجه كيما هذه لازم لها الميزان. درت كامل قد بعضهم وخليتها باش تستراح. البقلاوه انا كنت نخاف منها، كانت تجيني صعيبه، مي الحمد لله يعني والله غير تجي ساهله. البنات انا كملت عجنتها وشكلتها خمسه خمسه، راح ندير 5 طبقات من التحت وخمس طبقات من الفوق هكذا. شوفوا دوك خليها تريح، وبعد ان شاء الله نبدا. راح ندير انا تاع النشا بقلاوه اللي هي تاع النشا، هذيك تجيني سهله وخفيفه وثمثم نكملها. هنا بعد ما كملتها ما توقعتش بلي نكملها بهذيك السرعه. شوفوا كملتها كنت عيانه خلاص خلاص، مي ولا غير جات هايله، ما داتش مني الوقت خلاص كملتها وجيت هنا باش نقسمها. انا المسطره ما نعرفش نقسمها هكذا، كون نقسمها قادره تجيني وحده كبيره وحده صغيره، فجبت المسطره هذه غسلتها مليح وقعدت نقيس بها بالحبه باش تخرج لي كامل قد بعضها، والحمد لله جات. عباكم اول عام كي درت البقلاوه، بالك راهم كاينين اللي متبعيني اول عام نهار درت البقلاوه، جيت درتها كبيره 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 ياي وقتها. شوفوا عم بكم جات كي حبه المبرجه، شفتوا حبه المبرجه كذا خرجت لي البقلاوه، ما تصورش ليا كل هذيك الحبه قيمه 3 حبات ولا 4. بصح سبحان الله الواحد يتعلم، ما كاش واحد زاد متعلم، كامل في الدنيا هذه رانا نتعلموا بشوي والحمد لله. انا جيت من الفوق نشكل، درت ما كانش عندي كاوكاو بزاف، فرحت درت شوي جوز شوي كاوكاو شويه تاع كاجو شويه تاع بندق، نوعت منها اصلا في الحشو، زدت لها هكذا شويه تاع مكسرات، فمن الفوق ثاني شكلت هكذا. كان قلت لكم ما فضليش كاوكاو بزاف، اصلا نسيت، رحت زدت ريحته معاهم كامل فشكلتهم. ومن بعد كي صورتها البنات في الانستغرام قالوا لي نحي الجوز هذاك دوك يتحرق لك، وليت البنات عاودت نحيت هذاك الجوز وطيبتها بلا جوز، حتى خرجتها عسلتها باش تستل هذاك الجوز، يعني شكرا بزاف. ني الواحد ولا غيدي نصايحها، انا في هذه ما كنتش متولها ليها خلاص. البنات جا وقت التنظيف، المهم الحمد لله بعد ما كملنا دوكا نلهو شويه بالدار، من بعد نلهو برواحنا. ما راحش نصور لكم كامل التفاصيل، مي نوريكم كيفاش راح تكون. اني لميت ديجا زينت رمضان كامل، شوفوا مازال غير ما هزيتش هذوك الفوانيس، اني سبحان الله فايت ثمثم يجري. شوفوا هنا الدنيا يمرونه شويه، فباذن الله بعد ما نكمل ان شاء الله ندير لكم هكا جوله خفيفه ظريفه. ديجا هنا لا شوبغ تاعي كملتها، درت لها واحد الشكل هكذا جديد. المهم مازال غير الصاله والصالون والكوزينه ونكملوا.
احنا كملنا كامل تنظيمات البنات، مزال غير اللمسه الاخيره واللي هي المعطر. شوفوا واحد الراحه ذكرنا، نحس باجواء العيد صح عبيكم. فرحت مين خلصت يعني، الحمد لله نحيت هذوك الفوانيس، نحيت يعني حوايج الخاصة اللي برمضان كامل نحيتها. هني في الصالة نحيت هذيك اللي كانت هنا رمضان كريم كما كنت تشوفوا هاني. ستنا البنات البقلاوة، شوف هذه البقلاوة بعد ما كانت طابت هاي كيفاش خرجت لي، ما شاء الله شوفوا روعة. فرحت بيها من ديروا حاجة، أنا كنت في الأول نحسبها صعيبة، من الحمد لله دوكا عندي تقريبا 3 سنين كل مرة نخدمها أحسن من قبل. شوفوا جات مورقة هيلة، أنا مازلت خليتها حتى نشرب العسل مليح يعني طيبتها صباحا، خليتها حتى نشرب العسل ومن بعد ان شاء الله نولي نقسمها حتى نشرب مليح. شوف هي كملت الصاله هنا ثاني، بالنسبه لاشومبر تاعي كملتها جات هايله. ها وهنا البنات في الكوزينه، انا هنا حطيت راح ندير مقروط، راح ندير غير حبيت هكذا برك، هذا مكان كان كنت تشوفوا بس ديجا دقيق وجدت هنايا الغرس، دوك ندير حبيت برك وخلاص يعني على قيسنا. ودوك عباكم راني خارجه نكمل نشري شويه حوايج خصوني للولاد ونشري شويه حوايج خصوني ليا ثاني. هذا مكان ثاني راح نوجد الحنة باش ندير لهم الحنة بإذن الله، لازم يعني من العادات ندير لوليدات الحنة كل عام ندير لهم ما ننساهمش. وثاني جبت الماسك تاعي، باغي ندير ماسك في وجهي باسكو وجهي راه تعبان خلاص مع العيا والقاط واش راح نقولكم. المهم دوكا نخليكم، ان شاء الله يعجبكم فيديو تاع اليوم، نكون خفيفة ظريفة عليكم ونقولكم صحة عيدكم وبسلامة. وهنا البنات بغيت غير نوريكم قبل ما نقطع الفيديو، هنا كانوا ثاني جوزتي خبزة هذا العيش الشمسي، يقولوا عليه العيش الشمسي، يجي شوفوا منفخ ويجي هايل. هذا هما اخر تحضيرات بالنسبه للعيد، وكنقول لكم شكرا لكم بزاف على الدعم، تهلاو في رواحكم بسلامه.